بحضراتكم من جديد. برحب بنجمة الفريق الكابتن جنة مصطفى، والحقيقة اللي كان ليها دور مهم مع باقي طبعا زميلاتها في حسم بطولة دوري السوبر لكرة السلة سيدات. أهلا بك يا جنة. ازيك عامل ايه؟ منورة الاستوديو. بنورك. يعني يمكن أقول حبست جميلة شوية؟ يعني ولا كتير؟ كلنا حتى احنا. جنة أنا دايما بحب أبتدي بالآخر، يعني يمكن اخر خمس دقائق في المباراه لسه كنت بكلم مع كابتن علي هاشم، اخد من عنده بقى واطلع عليك علينا. انه انت قعدتي فتره ما تشاركيش في المباراه، يمكن 10 دقائق وربع ساعه، ده وقت كبير في كره السله. نزلت لقينا طبعا وقت الرعب كله اللي هو 3 دقائق كله بيختفي، نزلتي اداء رجولي، اداء ثبات انفعالي، كلميني على الخمس دقائق دول. بص بقالي 15 سنه بلعب باسكت. لا هو دول مثلا كان اصعب خمس دقائق في حياتي كلها في الباسكت. يعني طب ليه؟ عشان يمكن انا اتحطيت كذا مره في المواقف دي، كان عندي فيه اكسبيرينس ان احنا كنا برضو بيبقى عندنا ادفانتج. ببقى نزلت في الاول عارفه ان انا ستيل في مود الجيم، ما ببقاش بجد خلاص الغلطه، يعني بجد كان بيبقى عندي تايم ان انا هخش في مود الجيم، لكن ده خلاص هو اصلا الواحد اول ما بيخش في مود الجيم هي انت محتاج دقيقتين هو ناقص. بس انا بحس انت ما بتخافيش في الملعب يا جدع، اتفرجت عليك كتير على فكره. لا ما بخافش، بس انا كنت خايفه عشان انا كنت عايزه اكسب، فانا كنت متوتره من بره اصلا. يعني انا حتى تلاقيني كنت واقفه بعيد خالص كده في الجنب عماله اتنطط مع نفسي، فكنت متوتره مش ما جاش في دماغي خالص ان انا هنزل. يعني هم ماشيين كويس قوي فانا مش فارق معايا اي حاجه، فواقفه بقى انا عايزه اكسب مش ففجاه لقيت نوره خمسه فاول ويلا، فلو استنى انا متوتره دلوقتي لسه مش مجهزه للعب. كانت خمس دقايق صعبين قوي، ويمكن الموسم كله كان صعب يا جنة. دي حقيقة. وشفناكي حزينة قد ايه بعد ماتش افريقيا كمان في قبل النهائي، يعني شفناكي كنت يعني انا شفتك حلمي حلم حياتي جداً. حلم حياتي اكسب افريقيا مع النادي، بس لسه يعني تالت باول مره، لسه ما شاء الله يعني لسه عندك ولسه تقدمي كتير. طب قولي لي برده يعني في حته